وهلأ صار الوقت نتعرف على الفانتوم دروب هيد كوبيه المكشوفة، تصميمها من وحي وخوت قديمة خاصة بالسباقات من فئة جي، أنتجت بال1930s، وهالجي كلاس ريسينج يوتس كانت تتميز بقوتها وفخامتها العالية وباعتمادها مواد طبيعية مترفة. حاولوا المهندسين والمصممين برولز رويس تطبيق نفس الوصف الناجح على هاليخوت بالدروب هيد كوبي. وصلنا على أكثر شيء إكزوتيك من ضمن الفانتوم سيريز 2، أكيد عم بحكي عن دروب هيد كوبي المكشوفة أزور بلو وعلى الفرنش ريفيرا. مندور تاتش بوتن واحد والهيد والدروب، مفتحوا الإزازات أول شيء، بيفتح الكومبارتمنت ورا تيفوز الروف بقلبه، ستيب باي ستيب سيارة بتصير كونفرتبل، وبتسكر مع هالخشب الجميل جدا بالمنطقة الخلفية. وهلا صارت ريدي انه ننطلق فيها بهالمكان الجميل. المواد الطبيعية الفاخرة وخاصة الخشب بتأمن شعور الرفاهية للسائق وللركاب، وكأنهم على متن يخت كتير غالي. ذكر الثلاث سيارات فيهم نفس المحرك V12 6.75، عم تحكي عن 7 لتر، ففيكم تتصوروا شو عنا بيرفورمانس. بس ما بدكم اياه هون، مع انه all you need to do is this. دوعة السيارة مضبوط. This is not the aim. هون الهدف هو فخامة كتير وجخ كتير وإليجنس وتاريخ وعراقة وجودوود وسير هنري رويس. حتى تكون هي بمود معين السيارة، بتقلكن انتو قاعدين معي برولز رويس، so be nice to me. السقف مصنوع من قماش سميك لتأمين العزل الحراري والصوت داخل المقصورة، بس في شوية ويند نويز، ولكن بشكل كتير مقبول للسيارة مكشوفة. ومن ضمن مزايا دروب هيد كوبي صندوق خلفي مميز مع باب بيفتح لفوق بزوايا واسعة وجانب ينخفض للخلف، وساعتها الأرضية المغطية بخشب بتصير طاولة وممكن الاستفادة من جزء السفلي للتخزين. هذا كان لاين اب الفانتوم سيريز 2، كلهم بيحملوا اسم رولز رويس العريق والفاخر، كلهم بيستفيدوا من افخم المواصفات ومن اهم التكنولوجي، وكل وحده منهم بيتطلب انتاجها 450 ساعه شغل مينيموم. نحن وياكم على الباس كورنيش، دغري تحت الفلاز تحت الصخر الكتير كتير عالي لبل نحن جواته. هلا منفوت بقرب التونل، وعلى اليمين البحر،
هذا الطلع اللي شايفينه هو فخر مبكوش وفيد الطريق على قلبه. هذا اللي بيعطي هالإكزوتيزم لفرنش ريفيرا للكوت دازور، ويلي أكيد بتكونوا بروز رويس فانتوم أزور بلو، هيك it flavors it more، وبتعطيها هيك رونق بعد أكتر للسيارة وللمكان اللي احنا فيه عم نجرب هالرولز رويس الجديدة. We'll be right back.
على الكورت دايما السيكليست موجودين ولازم ننطرهم ونترهنهم. وغير السيكليست انتو دايما معكم فلاينج ليدي حلوة طايرة معكم هون عنا اياها بشي بيشبه الكريستال. هي منا كريستال، هي نوع من ريزين او سبيشال برودكت نفسه اللي بيعمل منه الفايزر تبع الهلمت، حتى اذا صار في حادث او شيء انكسرت ما تأذي حدا. هاي الفلاينج ليدي اللي صار اسمها سبيريت اوف اكستاسي بالنيو جينيريشن تبع رولز رويس، بعمل تبع كده بي ام دبليو جروب.